الحمد لله العالم مبسوطة الحمد لله ومعيد الناس والأمور بخير الحمد لله. والله الأمن والأمان الحمد لله رب العالمين فضل الله. المحل هذا محلي أنا صلي 3 أيام ما سكرت، بروح على السحور بالسحر برجع المحل. الأمن والأمان كويس والوضع بمنبج كتير كويس والشغل كويس، وهي العالم في منبج شايف الزحمة بالسوق الحمد لله رب العالمين، وضع كتير كويس ولا أحسن من هيك. الوضع إنه الأمور مستقرة، يعني الناس مرتاحة، إنه أمان موجود، راحة نفسية، يعني حرية، يعني فيك أمور أريحية إنه واحد بيطلع بفوت، يعني هالأمور هاي كلها عم تساعد على الشيء هذا. طبعا بالنسبة احنا أهم شيء المدنيين، احنا يهمنا استقرار البلد، يهمنا الأمان، يهمنا خلاص يكفي عاد أول يخطف وشيل والحمد لله صارنا سنة ونص وضعنا مثل أولي وصرنا مثل أولي وشوي شوي الأمور هتتحسن. ما ظل بيا خوف، لا من جيت خوف ما ظل خوف، وراحة كأني راحة تمام 100%، يعني خوف ما تم خالص الحمد لله، وراحة وشغل والأمان، الشغل أمان، الوضع الأمان 100% أمان، ما الحمد لله ما رايحنا شيء، شغل وقاعد واللي بدك إياه الحمد لله مرتاحين ومبسوطين بأحسن الرياح الحمد لله. جنة جنة والله الحمد لله بجنة، احنا كنا نمشي على كيفنا قمنا نروح على كيفنا. مواد رخيصة بشكل على ما يرام، ما شاء الله تقول عيد، تفرج على الناس تقول عيد ما شاء الله، كله أمان. لا الحمد لله كله أمان والله، لا والله كله والله الأمان كله بتمام والله، ما أنه لا مجامل ولا والله شيء، الحمد لله إن شاء الله يدومون علينا بأيام طويلة. والله الحمد لله مرتاحين بشكل والله أبسط من هيك ما فيش. سواعد أبناء البلد اللي هن ممثلين البلد الحمد لله أمن وأمان واستقرار، وأهم شيء هي الراحة النفسية. وبالنسبة للإشاعات هاي كلها أكاذيب مغرضة إلى أهداف سياسية. طبعا التصريحات هاي كانت تجي كانت تسوي لنا أرباك، هنا إحنا تلبك الأسواق، تلبكنا كلياتنا، وكانت تدعي أنه المجلس العسكري يعني ضاغط على الشعب هنا وخانق البلد. لا هو بالعكس تماما، احنا لما نسمع بالتهديدات هاي تصير كركبت البلد، وعايشين بظل المجلس العسكري عيشة ممتازة، والحمد لله مأمنين الأمان والاستقرار بهذا البلد.